السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بنكمل الجزء اللي باقي معانا، وإن شاء الله مش هياخد وقت ولا حاجة. يعني نكمل بقى الانترافينوس فلويد ثيرابي. أنا عايز الشخص ده، طبعا احنا قلنا هيدخل مني في هايبو تنشن أو هايبو فليمك شوك وهكذا، فأنا عايز أعمل له ريسستيشن وأعوضه البلازما اللي فقدها والفلويد اللوس ده. لا حول ولا قوة إلا بالله. هعمل له ايه؟ قالك يا سيدي أنا هديله، لا حول ولا قوة، تمام، هديله بقى مجموعة من، هديله فلويد كده بس بحسبة معينة او بمعادلة معينة. ازاي؟ قالك خلال اول 24 ساعة، خلال يوم. قالك generally expected amount infused water. في حاجة بقى حسبة كده، قالك ان هو بديله 2 مللي بير كي جي بير بيرسنت سيرفيس اريا بير. يعني ايه؟ قالك يعني مثلا حد وزنه 60 كيلو، 60 كيلو انا هديله 2 مللي لكل كيلو، يعني معناه ان هديله 120 مللي. ماشي، 120 مللي، واضربها في ايه؟ اضربها في البيرسنت سيرفيس اوف سكان اري بيرن. يعني مثلا قلنا ان هو البيرن ده واخد 50% من جسمه مثلا، هكذا واخد 60% من جسمه. اضرب ال 120 مللي ديت في 50 واشوف هيديني كام مللي. يبقى احنا عندنا 2 مللي بير كي جي فور بيرسنت فور سيرفيس اريا بيرن. والدكتور وهدان كان بيقول بتيجي مسألة يعني. ماشي، بعد كده بيقولك ان اديشن تو ديلي كالوريك نيد. انا بديله بقى خلال اول، اصلا اول يومين من العمليه، من البرن قصدي، الشخص ده ما ينفعش ياكل ولا يشرب. فبالتالي ان هعمله ايه؟ لازم ادخله اكل بشكل، يعني مش عارفه اقولها ازاي. المهم يعني ان هو الكالوريك نيدز بتاعته قد ايه؟ تبقى 2000 مللي. 2000 مللي من، ايوه، من الجلوكوز سوليوشن يبقى 2000 مللي. تمام، احنا قلنا هنديله ايه؟ هنديله 2 مللي بير كي جي بير بيرسنت، نضربهم في بعض. وقلنا هنعملهم ازاي؟ قلنا الاكل بقى يبقى الكالوريك نيدز بتاعته خلال 2000 مللي من الجلوكوز 5 سوليوشن. طيب قالنا بقى ازاي النسبة اللي احنا قلناها، او الحسبة اللي احنا حسبناها ديت. قالك ان هو خلال يوم، احنا قلنا خلال يوم هنديله ايه؟ اللي هو عندنا 24 ساعة، هم الله على خطي، بسم الله ما شاء الله، 24 ساعة دول هنديله فيهم 2 مللي. قلنا 2 مللي دي بير كي جي في بالكيلو، فبنضربه في النسبة اللي هو موجودة. طلع مثلا رقم معين، وليكن ايه؟ وليكن 3000 مثلا، اي هبد يا جماعة. طيب 3000 ديت، قالك بقى اول 8 ساعات بديله النص، نص العدد. يبقى اول 3 ساعات، اول 8 ساعات، احنا معانا 24 ساعة، بديله نصهم اللي هما 1500 مثلا، والباقيين وال16 ساعة الباقيين بديله النص التاني اللي هو 16 ساعة اللي باقيين، بس هم 8 8، ونص ال1500 750، ونص ال 200 750، وهكذا. يبقى انا عندي مثلا طلع معايا رقم معين، وليكن حتى 1000، لو ليكن 1000، اول حاجة ال1000 ده رحت مقسمه ازاي؟ اول 8 ساعات من ال24 رحت مديله 500، وتاني 16، تاني 8 رحت مديله 250، وتالت 8 250. طب بعد كده بيقول لك بقى on secondary degree or greater are taken in consideration of fluid loss 1% ديجري. المهم بعد كده بيقول لك زي ما اجزم، يعني مثلا بيقول لك ان اصلا عنده في فيرست ديجري ده مش بديله، انه مش عايز فلويد اصلا. اما سكند ديجري باخد الموضوع في الاعتبار، يعني بحطه في اعتبار. اذا ماكسيم بيرسنت اوف بيرن كالكوليت 50% اذروايز اور اي ترانسفوجن مي اي مي اوكي، باخد بالي برضه من الموضوع ده. طب بعد كده بيقول لك سكند 24 اورز، احنا قلنا اول يوم هنتصرف فيه ازاي. طب تاني يوم قال لك بقى نص كالكوليت اماونت. يبقى انا مثلا حسبت في اول يوم 3000، لا المره دي بقى اللي هو تاني يوم بديله ايه؟ 1500. دي الفكره. ماشي، يبقى انا قلت اول يوم كان 3000، اول يوم بقى قسمته 8 8 8، ال3000 قسمتهم على 3. اول 8، اول 8 ساعات قلنا مثلا ايه؟ 1500. والتاني 8 ساعات والتالت 8 ساعات، ال1500 اتقسم عليهم هما الاتنين. طب تاني يوم لا، نص ال3000 بتوع امبارح 1500، ونفس عدد الكالوريك دايت، يبقى هو ال2000 مللي جلوكوز. بعد كده بيقول لك بقى تايبس انفيوزد فلويد، على حسب بقى الانفيوزد فلويد ده بقى. في واحد تاني اسمه ايه؟ بيركلاند فورمولا. بيركلاند فورمولا ده بقى جالي، لا ده انا مش هديله 2 مللي بير كي جي بتاعي. طب امال هتديله ايه؟ قالك لا انا هديله الضعف، مش 2 بس، هديله 4 بس. انا هديله كريستالويد اللي هو ايه؟ رينجر لاكتيت. المهم بقى على حسب اي واحد منهم، احنا اللي على حسب اللي يقولك عليه في المساله اشتغل معاه. يعني الريسبونس بقى بتبقى، يعني نشوف برضه نعرف هنحدد ازاي. قلنا عن طريق يورين اوتبوت هنشوف الايه بالفوليك كاسر. لو كان 30 ل 60 مللي بير اور، يبقى كده ايه؟ انت راجل تمام و100 100 والريسستيشن بتاعك تمام. لو كان اقل، لا يبقى انت حاول ايه؟ تعمل برفيوجن تاني زياده، او كده ترانسفيوجن، زود ترانسفيوجن. لو كان اكتر، لا ما توديش الراجل في اوفر ترانسفيوجن يعني. وخد بالك برضه من سنترال فينس بريشر لو كانت الحاله دي كريتيكال. طيب بعد 48 ساعه من البلاد ترانسفوجن، نشوف بقى ايه الهيماتوكريت فاليو، وابدا برضو تتابع معاه اول باول عشان برضو ايه نشوف الدنيا فيها ايه.
طيب بعد كده النيوتريشن، قلنا اول 48 ساعه بدلوا انترافينس نيوتريشن، واورال كافيتي شوت بي افويد، ما تاكلوش حاجه من بقه خالص وكده. فاحنا هنديله ايه؟ انترافينس، اللي هو اصلا عنده جاستريك دايليشن وبريتيك اليس وكده. طيب الليتر اون، الليتر اون قال لك بقى ابدا اديله بعد كده. الدايت بتاعه يعتمد على البروتين والكالوريك دايت وفيتامينز، يبقى بروتين وكالوريز وفيتامينز عشان يساعد على موضوع الهيلينج وده. وفي نفس الوقت زي ما انا بدخله اكل بخرج منه بستخدم رايل التيوب تخرج الحاجات، تخرج ايه؟ تخرج الجاستريك كونتنت، تعمل له اسبيريشن عشان عارف اصلا ان الاليم بتاعه مش شغال كويس، وكمان هو عنده ممكن يحصل عنده السرز وكده. فانا بشفط اي فوميتنج او اي حاجه نتيجه عشان يعني ما يحصلش له بريتيك اليس او بتاع. بعد كده الانتاسيد بديله انتاسيد، وبديله زي الامبرازول عشان يمنع الستريس السر. دلوقتي عندك الاتش سي العالي وال اسمها ايه والجي اي تي عندك اصلا واقفه، فبالتالي هيعمل السر، فمش عايز اعمل السر، هديله حاجه توقف الاتش سي ال اللي هو اتش 2 الاتش بلوكر زي الايه امبرازول. طيب الفيزيوثيرابي قال لك ممكن بالمونري ليمب اكسرسايز ار اسينشال فور اول كيسز، يعني انا مثلا ممكن اتعامل مع العلاج الطبيعي وبتاع ده عشان هو هيدخل مني في كونتراكتشر او يحصل له ستيفنس لعضلات معينه، او حتى كمان ان هو يكون مش قادر ياخد نفسه، فانا احاول ادربه على الموضوع ده. وكمان الشخص ده نفسيا بيبقى نفسيته واقعه، فبحاول اجيب له حاجه حد سايكو يتعامل معاه، سايكولوجيكال سبورت، يعني يقول له لا هتبقى كويس والدنيا هتبقى تمام وما تقلقش وهتتحسن وبتاع، يدعمه نفسيا يعني. بعد كده اللوكال ميجرز، اللوكال ميجرز يا سيدي قال لك بقى الايم تو افويد انفكشن، انا دلوقتي عايز امنع موضوع العدوى ده او عايز اتجنب موضوع العدوى ده، تتجنبه ازاي؟ قال لك اول حاجه اسمها اسكاروتومي، مش احنا كنا في عندنا اسكار تكون. طب انا عايز اشيل الاسكر ده، يبقى انا بشيل الاسكر اللي هو انسجن داون فاندرلاينج سبكتينيوس تيشو، بشيله. بشيل ايه بقى الاسكر ده؟ بشيل مين؟ السكن وسبكتينيوس، يبقى الاسكر الاسكاروتومي بشيل السكن والسبكتينيوس. طب اقدر بقى يا سيدي الحرق ده مش بس على قد السكن والسبكتينيوس، ده حتى نزل الفاشيه كمان، شيل الفاشيه كمان فاشيوتومي. يبقى احنا قلنا يبقى لو هو الاسكر على قد السكن والسبكتينيوس هيعمل اسكاروتومي، لو كان نزل خد المسلز والفاشيا والمسلز فانا هخاف انه يدخل مني في كومبارتمنت سندروم اعمل فاشيوتومي، يعني لو كان البرن ديب قوي كده. وبقى ليش الكليننج، حاول بقى تنظف بعد الشيل بعد اللي انت شلته ده، شيل الميتين اللي هنا واعمل ديبرايدمنت افتر ريسيتيشن البرن ايريز كلين ديز ايه، عالجه بقى انتر ستيبلون والحاجات ديت ولارج فيزلز اور بانكتشرد. اللهم انك مجرم تحب العفو، فعن اللهم امين يا رب. وهيكم بعد كده بيقول لك ابلكيشن اوف تيبكال، اديله بقى انت ميكروبيال ايجنت، انت اللي هو الموست بوبولار، اديله بقى سيلفر سلفا ديازين، اديله بقى سيلفر نيتريت، سيلفر سلفا ديازين دوت هو النينجا بتاعنا وهو السوبر هيرو، يعني اللي الانتي ميكروبيال ايجنت اللي انا بستخدمها هو اكتر حاجه موست بوبولار، هو السوبر هيرو او النينجا بتاعنا. ماشي. بعد كده البوزيتيف تريتمنت، اكتر البوزيتيف تريتمنت اللي هو هنعمل ايه؟ هل انا مثلا هسيب الووند ده اوبن ولا هقفله؟ برضو قالك يا سيدي لا ده احسن ولا ده احسن، ما فيش حد احسن من التاني، امال ده له بروسيجر معين او له انديكيشن معين وده له انديكيشن تاني. طيب قالك الاوبن له انديكيشن ازاي؟ لو كان في الهيد او لو كان بالترتيب كده، ابدا من فوق لتحت، هيد نك، خد من تحت الهيد والنك وان اسبيكت اوف ذا ترانك، بعد كده الايه البرينيال، بعد كده الجينيتاليا، يبقى هيد نك وان اسبيكت اوف ترانك، بعد كده الجينيتاليا. طب ليه وان اسبيكت اوف ترانك؟ يعني مثلا لو كان بطنه من قدام هي اللي محروقه معناه انه ممكن ينام على ظهره، فبالتالي عادي ممكن اسيبه اوبن. لو كان ظهره من ورا هو اللي محروق معناه انه ممكن ينام على بطنه، فبالتالي ممكن اسيبه اوبن عادي، على عكس ما يكون مثلا واخد السيركمفرنشال واخد الترانك كلها من قدامه من ورا. ماشي. بعد كده الايم، ايه الهدف؟ ان انا اخلي الووند ده مكشوف او اوبن. قال لك يا سيدي ان انت دلوقتي طول ما هو مفتوح هيكون بليسترز وكده، فهو هيبدا يعمل اوزنج للبلازما، فما بيعمل اوزنج للبلازما البلازما دي بتتكون وبتعمل كراست، الكراست ديت بتكون قشره، القشره ديت بتشتغل كبارير، بارير دي تمنع الدخول وتمنع الخروج، تمنع خروج ايه؟ تمنع خروج البلازما بتاعتك بره، وتمنع دخول ايه؟ تمنع دخول اي انفكشن. يبقى هو اوزنج سيروم فورم كراست، الكراست دي افويد انفكشن and further a oozing. ماشي. طيب ايه تاني؟ قالك الميثود بقى، بس بشرط انت دلوقتي الجرح منه للهواء او البرن ده منه للهواء ومنه لاي بكتيريا موجود. قالك لا بقى، ما احنا بنوديهم حاجه اسمها برن سنتر، البرن سنتر ده بيتميز ان هو البيشنت بيبقى ايزوليتد من اي بكتيريا او اي عدوى، ايزوليشن اوف بيشنت از كومبليتلي ستيريل، والمكان معقم موت، اللي هو الاتموسفير بتاعه اصلا الجو ده معقم موت. following all aseptic rules by personal dealing with patient، حتى التمريض معقم، المكان معقم، كل حاجه معقمه. ايه المميزات بتاعته؟ قالك more comfortable،
وانا مش كل مش كل كام يوم، مش كل شويه ما اجي اغير على البيشنت في الكلوزد دريسنج ده، مش معناه ان انا هوجعه او حتى هتعب التمريض معايا. اه فهو ده اكتر مريح اكتر، او ريبيت تشينج اوف دريسنج. ايوه تاني حاجه انها بتجروس اوف انروبيك بكتيريا، دلوقتي عندك الهواء والاكسجين الموجود، هل البكتيريا الانروبيك بكتيريا تقدر تعيش او تقدر تتواجد اصلا بوجود الاكسجين؟ لا خلاص هو بيعمل انهبيشن للجروث اوف انروبيك بكتيريا. طيب بعد كده بالنسبه للكلوز، امتى بستخدم الكلوز؟ قال لك لو كان مثلا بيرن في الهاند، البيرن في الهاند ده اساسي اساسي كلوز، بيرن في الهاند اساسي كلوز، او حتى في اللمب او سيركمفرنشال. يعني ايه سيركمفرنشال؟ يعني واخد الراجل داير ما يدور، فانا هل انا ما مغطهوش هيعرف ينام اصلا على المكان ده؟ لا طبيعي مش هيعرف ينام، فانا لازم اعمل له كلوز ميثود. ايه الهدف بقى؟ قالك يا سيدي، ما انت بتضغط على بتعمل له كومبريشن او بتعمل له بريشر، ده بيمنع بيقلل الاديمه، لو انت عندك اديمه بتلفها، او بيمنع الاوزنج، بيمنع البلازما انها تخرج بره، فبالتالي وكمان بيمنع البكتيريا انها تدخل، بريفنت كونتامينيشن. ايه الميثود بقى؟ ان انا ممكن اعمل له جوز بشرط ان احط عليها فازلين، عشان برضو مش ماشيلها تشيل معاها او كانها بتسلخه وكده، او بلكي باكلي كلوسيف دريسنج از ابلايد، او يعني اي كلوسيف دريسنج. قال لك بقى الدريسنج ده بقى بغيره يومين ثلاثه كده وبرجع اغير، بس ايه المهم انه اخد بالي فين؟ قلنا في الهاند، وقلنا في اللمس، وقلنا في ايه سيركمفرنشال بيرن اوف ترانك. طيب يا سيدي بعد كده بيقول لك هل ممكن حد يجيلي في حريق كبير لا قدر الله، اعمل له مثلا اسيب له حته اوبن وحته كلوز وهكذا، استخدم كذا حاجه. يعني في حاجه بس ما بيقولك ايرلي اكسجين اوف جرافت، يعني مثلا لو كان البيرن ده في مكان ايزولي لوكالايزد، زي مثلا يكون جاي في الفيس، او حتى جاي في النك او في اللمس، في الحته ديت هعمل له ايزوليشن. ايزوليشن بقى اعمل له قصدي اكسجين واحط له جرافت، بس بيقول لك بقى ان شرط انت تعمله قبل اليوم الرابع، ليه؟ لان اليوم الرابع بيبدا الانفكشن تطلع بقى، او الجهاز المناعي بقى بيشتغل وبتاع. هو بيقول لك اكسجين اوف ديد تيشو، شيل الديد تيشو وابدا ايه اشتغل بقى، حط سكين جرافت بس خلال 3 ايام. يبقى انت اعمل اكسجين للديد تيشو وحط سكين جرافت خلال 3 ايام. ايه الهدف بقى؟ قال لك انه بريفنت سيبتك كومبليكيشن، نفس الفكره اللي انا كنت بقول لك، بيمنع البكتيريا، بريفنت سيبتك كومبليكيشن، بريفنت سيبتك كومبليكيشن، وامبروف سرفايف اند ريديوس هوسبيتال ستاي، وبيحسن الشخص ده السرفايفل بتاعه، بيبقى السرفايفل ريت بيبقى عالي، وبيقلل من ايه من ان هو يقعد في المستشفى وكده. يبقى انا لو جالي بيشنت، المكان البيشنت ده عنده لوكالايزد ديب بيرن، لوكالايزد ديب بيرن، لوكالايزد ديب بيرن في الفيس او الناك او اللمب، هعمل ايه اكسجين، هشيله واحط جرافت مكانه. اول حاجه هنضف، اعمل اكسجين اوف التيشو، هو نضف مكانه واروح جايب بسكن جرافت. وبيقول لك بقى دلوقتي انا منعت العدوى البكتيريا انها تجيله، وزودت فرصه السرفايفل عنده، وقللت الايه مده اقامته في المستشفى. افتر تريتمنت، قال لك يا سيدي ان هو بقى بيقعد 3 اسابيع ولا حاجه. ايه اللي بيحصل؟ قال لك لو هبدا انا بقى اقيمه، اشوف ايه، اشوف هل اللي هو حصل هيلينج ولا ما حصلش هيلينج. لو كان حصل هيلينج ابدا بقى اديله مساج كده بشكل مستمر بشكل يومي، في هيدروكورتيزون عشان يقلل اي اديمه تتكون ويقلل اي انفلاميشن. طب لو كان ان هيلد؟ قال لك يا سيدي لو كان ان هيلد انا هبدا اتابع تاني، شيل بقى نظف نظف نظف، شيل الاسكارز ديت والبقايا والقرف ده، وبعد كده ابدا بقى ايه كل يوم شوف الجرانيليشن، غير على الجرح تاني وكده، لحد ما اشوف بقى الجرانيليشن تشر يتكون والابيزاليزيشن يتكون وهكذا. فولسكنس بيرن ريكوير كلوجر اوتوجينوس سكين جرافت. اه بيقول لك في حاجه اسمها اوتوجينوس سكين، يعني هو بيجيب اصلا السكين جرافت ده منين؟ من الشخص نفسه، من حته تانية في الجسم وكده، باخد منه سكين جرافت وبروح مغطي بيها الجرح ده. طب بيقول لك اف اوتو جرافت نوت انف، يعني لو واحد مثلا محروق 60% من جسمه محروق وليكن، هل انا هاخد من السليم البسيط العدد القليل ده ازاي؟ مش هيكفي حاجه، وش يكفي ده؟ قال لك بقى اللي هو الاوتوجراف نوت انف، هنعمل حاجه اسمها تمبرري بيولوجيكال دريسنج. يعني ايه بيولوجيكال دريسنج؟ قال لك عباره عن حاجه زي السكين كده، بغيرها من كل يوم من ثلاثه وبتاع. الهدف منها ان اقلل البين، وقلل الفلويد اللي بتتفقد، وقلل البروتين لوس، وقلل الانفكشن، وحتى لحد ما الاوتوجينوس في الجرافت يبقى موجود. يعني مثلا انا ايه، انا عندي مثلا ايه، قلنا 50% من جسمه هو ال 50% اتحرق، وال50% التانية لا، فانا هبدأ اخد من 50% دول 10 10 10 10، اقسمهم، او 10 10 10 10، اهو مراحل كده، شويه شويه شويه، هاخد دلوقتي 10 ديت واحطها هنا، وبقيه ال40 اللي بقى، فبالتالي ال40 اللي باقيين ابدا احط لهم ايه اللي هو البيولوجيكال دريسنج. طب بعدها بفتره بدا يظبطوا تمام، ودرجه ده برضو تحسن، ابدا اخد 10 تانيين وهكذا. فبيقول لك بقى ممكن يبقى له جرافت من نفسك، من نفس الشخص اللي هو كادفرز سكين، او حتى يبقى زينو جرافت، او باخده من حيوان زي البيج والخنزير، اعوذ بالله،
هو برضو مشابه لنا اكتر حاجه، او الامنيوتيك ممبرين، كلهم بيولوجيكال دريسنج يعني. بعد كده بيقول لك ان كلهم بيغيروا بشكل تمبراري من 3 4 ايام، قال لك بقى الارتفيشال لحد ما ايه في الاخر بقى يحط السكن وكده. بعد كده بيقول لك بريفنشن اوف كونتراكشر، يا سيدي لو كان مثلا السكار ديت على الاسكار ديت على جوينت معين، على مثلا اي جوينت يعني وكده، فانا ببقى عايز احافظ على الحركه بتاعته، وعايز خايف عليه ان يحصل له ستيفنس، فبحط له كبيره، والكبيره ديت باخد بالي بحطه في المكان اللي هو بيشتغل فيه اللي هو البوزيشن اوف فانكشن، وابدا اعمله فيزيوثيرابي باستمرار علشان احافظ على حركه المفصل بتاعه او الجوينت بتاعه. لو الموضوع نجلكتد هيدخل مني بقى في موضوع موال، لازم اعمله بلاستيك سيرجري بعد كده. طيب قالك بقى special types of burns. special types of burns ازاي اقدر واحد دلوقتي اتعرض لانهاليشن بيرن؟ انهاليشن بيرن لما تقول كلمه انهاليشن بيرن معناها ان هو كان في مكان مغلق، او مثلا البيرن ده يا اما البيرن ده كان في الفيس عنده بتاع. قالك بقى ايه السبب بتاعه؟ قالك انهاليشن اوف فليمز، شم البخار او جاز او هكذا، او شم النار نفسها. طيب يا اما في الابر على مستوى الابر ريسبيرتوري او مستوى اللور. مستوى الابر هيروح على لارينكس، هيعمل لارينجيال اديما، واحد عنده لارينجيال اديما فاهم سترايدور، فبالتالي هو ممكن يموت. طيب بعد كده بيقول لك طب لو اللور ريسبيرتوري، لا تروح على البرونكاي تعمل برونكوسبازم، انها بتعمل لها اريتيشن، وهتأثر على الالفيرو على البرونك الفيرو برونكال تري، واللي تعمل بالمونري اديما، تعمل بالمونري امبوليزم، تدخل الشخص اللي قدامي ده في نمونيا، حتى بتيجي عليها بكتيريا تعمل برونكو نمونيا، وتيجي بعد كده الشخص ده يدخل في حلقه مسدوده اكيوت ريسبيراتوري سندروم وريسبيراتوري فيلير، وكان الله بيستر عليه. الدايجنوزس انا هبدا اشوف بقى ان هيلد بيرن ده هو الفيس بتاع بيرن الفيس ولا موجود فين على حسب المكان، وهبدا اسمع صوت الويزيز بتاعته والهورسنس اوف ويس، لان طبعا دخل حصل له سترايدر وهكذا. التريتمنت بعالجه ازاي؟ هودي المستشفى، لازم طبعا طبعا اعمل له انتيوبيشن بسرعه قبل الاديمه واي حاجه تتكون، قبل ما يحصل اوبستراكشن، وابدا ادي له ميكانيكال فنتيليشن باكسجين 100%، وادي له كورتيكوسترويد عشان امنع موضوع الاديمه، وبالتالي احاول اقلل من الاوبستراكشن ده. وبرضو ادي هو عامل له برونكوسكوب فيو، ورانا مثلا ان هو واخد غاز معين او كده. بعد كده الالكتريك بيرن ده بقى يا سيدي اتعرض للكهرباء، صدمه كهربائيه وبتاع، هنقسمها لو كانت اقل من 1000 يبقى الدنيا كويسه، لو كانت اكتر من 1000 يبقى الموضوع ايه جامد. قالك بقى البيرن از ديفايد انتو هاي ولو تنشن، زي نفس الحاجه على حسب اقل من 1000 او اكتر، هاي او لو. بعد كده الالكتريك كارنس بشوف بقى بيقول لك ايه، ان هو دلوقتي حد اتعرض للكهرباء بيدخل البلاد والبونز، قالك بقى بتعمل ثرومبوزس، قالك بقى الاسكيميك بتعمل تجلط في الدم، كل ما يدخل في الدم بتعمل في تجلط وكده. بعد كده بيدخل في اسكيميك نكروزس على حسب المكان، لها 3 اماكن. ازاي؟ ادي مثلا انا مسكت حاجه فيها كهرباء بايدي، فهي دخلت من جزء معين من ايدي، مثلا هو الانتري دخل، خرجت من رجلي، اكزيت خرجت من رجلي، بعد كده فرو كارنت اكزيت اند ري انتري اجين، خرجت من رجلي من تحت وانا واقفه في وسط في كهرباء مثلا او موصل الكهرباء، فهتدخل رجلي الثانيه اللي هو ري انتري. يبقى انا في الاول ادي واقفه اهي، ايه رسم الامور ده، ادي واقفه اهي، دخلت من ايديها ديت، خرجت من رجلها ديت، بس رجلها دي كانت على الارض فرجعت دخلت من رجلها دي. او بعد كده ثيرمال بيرن، يعني مثلا ايه عملت زي صدمه كهربائيه كده او حراره، في الحراره دي حرقت الهدوم اللي هي لابساها وكده، نفس الحاجه يعني. بعد كده الكيميكال بيرن، قلنا طبعا الموضوع ممكن يبقى سيستميك، اللي هو نشوف بقى ايه الماده اللي اتحرقت بيها ديت، وندوا لها انتي دوت، الانتي دوت بتاعها. او لوكال بيرن بقى قلعوا الهدوم اللي هو لابسها ديت، او بقى وبعدها خالص زي ما اي ما كنا بناخد في الشرعي، ادوا بقى طبعا كوبيس اماونت اوف ووتر، وزود يا باشمهندس طارق ما يهمكش. الكولد بيرن بقى عمنا ليوناردو دي كابريو مكان عامل جاك وبتاع، قالك بقى it's injury due to exposure to cold weather، قالك بقى عمل freezing تشوف كده. usually بقى affect hand و feet والحاجات دي. في حاجة اسمها frost bite، يعني كأنه يعني مش عارفة بالظبط ايه بالعربي ازاي، بس يعني انتم متخيلينها اكيد. او trench foot اللي هو خلاص جمد. البروجنوز بتاعه، قالك البرن بقى بتاع الفاكتورز ديت على حسب الاكستنت اوف بيرن، هل هو واخد قد ايه من جسمه. قالك لو هو واخد 50% من جسمه معناها ان 50% احتمال يموت، ولو كان 60% مش معناها ان 60% هيموت، لا بيبقى اكتر 70%، ولو كان 80% يبقى 90%، هكذا. الديبث اوف بيرن، واخد قد ايه من طبقات جلده،
لو كان كل ما يكون ديبر كل ما المورتاليتي تكون اكتر، كل ما الديسفيجرمنت تكون اكتر، كل ما الايه ديفورميتي تبقى اكتر. سايت اوف بيرن الفيس اسوا حاجه، اسوا حاجه الفيس، اسوا حاجه معاه مشاكل في الانهيليشن، مشاكل في الريسبيراتوري تراكت، بعد كده انفكشن او سيبتك شوك هو الكومونست كوز داث، زي ما كنا بنقول هما البرايمري والكومونست كوز اوف داث البكتيريا والبتاع دي. التايبس بقى هو بتاع الكهرباء ديت قلنا هاي فولتج ديت طبعا فيتال، قلنا السكيل ديت اقل حاجه، يبقى اكتر حاجه ايه الكهرباء دي اكتر حاجه، اكتر حاجه فيتال، واقل حاجه اللي هو كان بيبقى مسلوق اللي هو نزل عليه ميه زي ما قلت لكم الاخويا اللي دلق الميه على الشارع على رجليه زمان. بعد كده بيقول لك اسوشيتد انجري وورست وورست بروجنوزس، لو مثلا حد عنده اصابه تانية ده طبعا بيخلي الامور اسوا، هل هو العمر بتاعه لو الشيلدرن الموضوع اسوا، لو هو عنده اصلا مورتاليتي او عنده اي موربيديتي زي دايابيتس ميليتس او الهارت ديز الموضوع اسوا. تريتمنت فاكتورز قال لك بقى بيقول لك ايه التريتمنت از سبيشلايزد بيرن سنتر هاف بيتر، او وديه بيرن سنتر ده طبعا كل ما يكون احسن وكده. هو بتوع الجيش بقى بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني هم اللي عندهم احسن حاجه زي ما الدكتور وهدان بيقولوا كده. بس يا شباب اتمنى الموضوع يكون بسيط يعني، وبس سلام.